لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. أهلا بكم دكتور. حياكم الله أختي الكريم. دكتور، كيف تلقت هيئة علماء المسلمين في العراق وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي؟ نعت الهيئة هيئة علماء المسلمين في العراق الرئيس الراحل محمد مرسي، وجعلتها فاجعة ومصيبة تستوجب الصبر والاحتساب والتسليم لقضاء الله وقدره. وأشارت الهيئة إلى الظلم الذي وقع على الرئيس محمد مرسي رحمه الله في سلسلة المحاكمات الصورية التي تعرض لها منذ عزله من منصبه على يد بعض القيادات العسكرية. وأشار النعي إلى أن المعاناة التي تعرض لها الدكتور محمد مرسي في فترة سجنه لا يستحقها، وهي معاناة كبيرة. فهل كان الرئيس مرسي يستحق ما أصابه من ظلم وسجن؟ فالإجابة بكل يقين أبدا لا يستحق إلا الخير. هذا الرئيس الذي ثبت على الحق ومحاولته المحافظة على الثورة المصرية ومكتسباتها، ثبت على الحق ولم يساوم على الثورة المصرية رغم ما أصابه ورغم الوعود التي أعطيت له. الهيئة اليوم غدا عفوا الهيئة يوم أمس عزت الأمة الإسلامية وعائلة ومن ضمنها عائلة الدكتور محمد مرسي، ودعت ربها أن يعوض الأمة الإسلامية رجالا مخلصين ومصلحين أمثال الدكتور محمد مرسي رحمه الله، وأن يتغمده الله برحمته الواسعة. دكتور، هل تعتقد أن وفاة الرئيس الراحل مرسي في السجون المصرية تمثل انتكاسة لتطلعات شعوب المنطقة من حيث مبادئ الحرية والديمقراطية؟ الرئيس محمد مرسي هو رمز للثورة المصرية، سيذكره الناس والثوار على هذا الأساس. ناضل بشرف وصبر على الظلم لنصرة الحق والثبات على المبادئ حتى إلى آخر نفس، كافح من أجل قضيته التي آمن بها. ثبت رحمه الله على وصيته عندما أوصى الشعب المصري والثوار أن علموا أولادكم أن آباءهم وأجدادهم كانوا رجالا لا يقبلون الضيم ولا يعطون الدنية في دينهم ووطنهم. أبدا أختي الكريمة، ليست هناك انتكاسة لتطلعات الشعوب الحرة، وإنما هي تضحية من رمز على شأنه في مواقفه في الدنيا. فأكرمه الناس بكل بقاع الأرض الحرة بالصلاة عليه صلاة الغائب والترحم عليه. محمد مرسي رحمه الله هو من الأحرار القلائل الذين تضيق بهم الدنيا، فيكون الموت أهون على أحدهم من أن يتخلى عن مبادئه وقيمه التي باعها المتنطعون والسارقون والانتهازيون بثمن بخس. محمد مرسي سيكون كما كان الشيخ حارث رحمه الله تعالى رمزا وعلما كلما ذكرت مصر وثورتها، كما أن الشيخ حارث رحمه الله كلما ذكر العراق والمقاومة والوقوف ضد الاحتلال كان هو الرمز. فرحمهم الله تعالى الشيخ حارث والدكتور محمد مرسي لما قدموه، رحمهم الله جميعا. دكتور، كيف تظنون أن تنعكس هذه الوفاة، وفاة الرئيس الراحل مرسي وهو الذي تم انتخابه وكان انتخابه ثمرة لثورة يناير الشعبية، كيف ستنعكس على نفوس الشعوب العربية المتطلعة للحرية؟ الرئيس مرسي وانتخابه رئيسا لمصر كان ثمرة، فعلا ثمرة من ثمرات الثورة المصرية. فهو أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا نزيها بأجواء كانت محمومة بالتنافس الكبير بين طرفي نقيض، مرشح الثورة الدكتور محمد مرسي ومرشح آخر جعلته الثورة مرشحا ضدها. الرئيس محمد مرسي فعلا هو ثمرة طيبة للثورة المصرية، حاول جاهدا أن ينصر المظلوم، ففتح مكاتب خاصة للشكاوى المباشرة ومتابعتها. الرئيس مرسي حاول جاهدا أن يجعل المواطن المصري عزيزا كريما محفوظ الحقوق. الرئيس مرسي سمح للأحزاب والناشطين أخذ كامل الحرية في التعبير عما يريدون. الرئيس مرسي وقف مع أهل غزة بكل قوة وناصرهم ضد الكيان الصهيوني. الرئيس مرسي وقف مع الشعب السوري ضد بشار الأسد فلم يتهاون في نصرتهم. الرئيس مرسي أصبح فعلا هو رمزا للثورة المصرية والثورات العربية.
شكرا جزيلا لكم دكتور ثامر العلواني، عضو هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.